شاعرة جميلة ومتميزة جدا، وفي من العين شايفة عيونك بتشيل الهم على كتافي، وإن قالوا في يوم أنا مجنونة راح أقول تهيجي ومتدافي، ومع صديقتي وحبيبتي وعشرة عمري الشاعرة زينب الأسوانية. عمالة تلزق فيه في بيتك، هترد عليها؟ هرد على نفسي. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبي محمد يا غالي المقام، حبيبي محمد يا عالي المقام، يا أجمل بشارة ومسك الختام، حملت الرسالة وخنت الأمانة، يا نور الهداية عليك السلام. مولاي أشوفك ولو في منامي، ويملاني نور الهدى يا تمامي، وتدعينا نورك هناك في المقام، وحقق مرادي فراغي يا ابن الدعاية يا باب الوصول، يا ابن الدعاية يا باب الوصول، بجاهك وحبك مؤكد لنور، رضا ربنا في جميع الأمور، وسبحانه أكرم لنا بالرسول. يا كامل في وصفك يا بخت اللي شاف، وعمر اللي حبك ما شافه وما خاف، هدايا من هدية من المولد المؤمنين، ده حبك في دمي في قلب ضاف. يا رحمة إلهي إلى العالمين، مشافى مشفع لنا أجمعين، عليك الصلاة وأزكى السلام يا أحمد محمد يا طاهر. الله عليكم. شكرا للشاعرة الجميلة والمتميزة زينب الأسوانية.